من جانب آخر، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة سعت إلى تأمين المخزون الغذائي لشهر رمضان، كما أعلن تدشين موقع إلكتروني للشركات العاملة في البحرين والمستهلكين للشراء عبره بمشاركة 100 شركة حتى الآن. بالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الهدف الأول اللي سعينا إلى تحقيقه هو توفير مخزون غذائي لشهر رمضان وما بعد شهر رمضان، فبتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، تم العمل مع القطاع الخاص على توفير مخزون غذائي لمدة 6 شهور، وبدأت ولله الحمد وصول هذه الشحنات من الأغذية، واللي إن شاء الله راح تكتمل بتواجدها في البحرين في خلال الشهر القادم. كما سيتم اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع، مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة. وتزامناً مع ذلك، فيسرني أن أعلن اليوم بأن إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سوف تقوم، وتزامناً مع نفاذ هذا القرار، بتدشين موقع إلكتروني باسم أو بعنوان mall.bh، وسوف يهيئ هذا الموقع للشركات العاملة في البحرين وللمستهلكين بالشراء عبر هذا الموقع. وقد تم تصميم هذا الموقع كليا في داخل الوزارة، وتم تجربته في الأيام الماضية القليلة، ويسرني أيضا أن أعلن عن انضمام 100 شركة على هذا الموقع، وأن أوجه دعوة لكافة الشركات الأخرى العاملة في البحرين، وخصوصاً تلك التي تنتمي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الانضمام لهذا الموقع ليكون لهم بوابة إلكترونية لترويج خدماتهم وسلعهم، وذلك من دون أي أجر أو دون أي مبلغ مالي في مقابل الانضمام.